لا يغرنك الأمل، لا يخشى عنك، لا تظن أن كل الذنوب تغفر بدون توبة. إذا تبت إلى الله مهما كان ذنبك فإن الله تعالى يتوب عليك ويدخلك في رحمته. أما بدون توبة، لو أن الإنسان مات ولم يتب من ذنبه وإن كان دون الشرك، فإنها داخلة تحت مشيئة الله، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنفى الله تعالى أن يغفر الشرك، وبين أن ما دون الشرك يغفره عز وجل إذا شاء. لا بد من الندم، يندم الإنسان في نفسه ويتأسف ويقول في نفسه لا بلسانه: ليتني لم أفعل. يتمنى أنه لم يفعل ندما على ما فعل. فلا بد من أن يكون حزينا نادما على ما جرى منه من ذنب، إما تقصير في واجب أو انتهاك لمحرم. فكر يا أخي في نفسك، ارجع إلى نفسك، هل الدنيا تخلد؟ قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون؟ الجواب: لا، إذا مات الرسول سيموتون، والحساب عند من؟ عند الله يوم القيامة. الحساب عند الله يوم القيامة: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فتفكر يا أخي، تفكر، هل أنت تبت إلى الله توبة نصوحا تنفعك عند الله أو لا؟ اللهم وفقنا للتوبة يا رب العالمين. عجل يا أخي بالتوبة، لا تدري متى يفشأك الموت، ربما تخرج من بيتك على قدميك ماشيا وترجع إليه محمولا على الناس، ربما تلبس ثيابك وتزر إزرارك ولا يحل هذا الإزرار إلا الغاسل وأنت على ناشك. أليس هذا أمر واقعا؟ إذن يجب أن نبادر بالتوبة قبل أن يغلق الباب. إذا حضر الأجل لم تنفع التوبة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. حضر، ولا فائدة إذا حضر الأجل من التوبة، لا فائدة من التوبة بعد حضور الأجل. نسأل الله أن يمن علي وعليكم بالتوبة قبل حضور الأجل. طيب، يجب علينا أن ننظر في أنفسنا الآن. المعاصي كثيرة، والتهاون بالواجبات كثير، والتهاون بتربية الأولاد كثير، والتفريط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير. فعلينا أن نرجع إلى الله رجوعا حقيقيا، ننيب إليه ونسلم له من قبل أن يأتينا العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. كل هذه الأماني يقول الله عز وجل: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترزقنا التوبة النصوحة إليك، والإنابة إليك، والإسلام لأمرك، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.